من مخيم شتيلة في بيروت إلى المسجد الأقصى تحية لصمود الأبطال المقدسيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ومسيرة نظمتها الفصائل الفلسطينية وأبناء المخيم كبار وصغار وشيوخ ونساء، حملوا فيها أطول علم فلسطيني في لبنان بطول 30 مترا وعرض 4 أمتار ونصف، وجالوا في أرجاء المخيم، توحدوا خلف العلم الفلسطيني، كما اتحد الشباب المقدسيين خلف المسجد الأقصى، فيما لومهم وعتبهم على صمت الأنظمة العربية التي ثبت عجزها في حماية أولى القبلتين عند المسلمين. أنا الإرادة الجماهيرية والشعب لوحده يستطيع أن يصنع المعجزات. القدس والمقدسيين استطاعوا أن يحرروا الأبواب ويحرروا المسجد الأقصى من كل الترتيبات الإسرائيلية، واستطاعوا أن يشغلوا كل العالم، والعالم العربي والإسلامي يتفرج عليهم لوحدهم في المعركة. إحنا من وجه رسالة لأبنائنا بداخل فلسطين ولبيت المقدس، الاعتماد عليكم، لا تعتمدوا على الأمة العربية ولا على الزعماء العرب، دائما متخاذلين هذه الزعماء العرب. ومن نساء المخيم المناضلات رسالة إلى نساء فلسطين وشبابها. بوصل لأهلي بالداخل ولشباب الأقصى ونساء الأقصى اللي كل يوم هني واقفين على باب الأقصى، نحن معكم ويفتحوا لنا الحدود ونحن أول الناس بنكون عندكم. ألف تحية لنساء الفلسطينيات الموجودين المرابطات في القدس. المتظاهرون دعوا الفصائل الفلسطينية إلى وضع خلافاتها جانبا، لأن القضية الفلسطينية بأمس الحاجة إلى الوحدة بوجه الاحتلال، وقد ثبت من خلال مقاومة شبابها الذين دفعوا بالاحتلال للتراجع عن إجراءاته أن الوحدة فقط تستطيع تحرير الأرض وفلسطين. من مخيم شتيلة في بيروت، ليلى خليل، الغد.